ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بكرة ان شاء الله شهر رمضان المبارك، ربنا يا رب يعني يجعله شهر مبارك علينا، يرفع عنا هذا الوباء والنهاية لهذا المرض الخبيث، وربنا يا رب يصلح حالنا جميعا ويهدينا، وناخد الشهر دوت شهر الطاعة، شهر المغفرة، نستغل هذه الفرصة نقرب من ربنا، ندعي ربنا ونقول يا رب ما تضيعش الفرصة دي من ايديك. مش معنى ان المساجد مقفولة ان احنا خلاص ما نصليش، لا، كل واحد يصلي في بيته، صلي جماعة في بيتك عشان تاخد ثواب الجماعة. انت مالكش حجة يوم القيامة قدام ربنا، ما تتحججش بالقرارات الخطأ اللي الدولة تاخدها بخصوص المساجد. مفيش حاجة تمنعك انك تصلي، فلازم تصلي، ولازم تصلي التراويح، ما تضيعش التراويح من ايديك، اوعى تضيع التراويح من ايديك، صلي في بيتك مفيش اي مشاكل، صلي جماعة في بيتك، لو انت قاعد لوحدك صلي لوحدك، صلي لوحدك وما تتحججش بأي حجة. من حكم ربنا سبحانه وتعالى كل أبواب المعصية أو معظمها اتقفلت، الكافيهات والكازينوهات اللي كنا بنسهر فيها بعد الفطار وبنروح نعصي ربنا في شهر رمضان كلها اتقفلت، فدي فرصة ليك انك تقرب من ربنا، فرصة ليك انك تستغل الوقت دوت في القرب من ربنا. خلاص كده كده الدولة هتقول لك الحظر من الساعة 7 او من الساعة 8، فكده كده مفيش نزول بعد الفطار، تفضل قاعد في بيتك، هتقعد في بيتك تفطر، تنتظر صلاة العشاء، تصلي العشاء، بعد كده تصلي صلاة التراويح. يعني ما تفضلش قاعد بقى على اليوتيوب وعلى نتفليكس مقضيها مسلسلات طول الشهر وتضيع منك فضل هذا الشهر، لا، استغل قعدتك في البيت انك تقرب من ربنا. ملكش حجة، ملكش اي حجة وملكش اي عذر، استغل هذا الوقت، حتى لو انت شغال الصبح كده كده مفيش حد شغال بالليل دلوقتي، فلا تضيع من نفسك هذه الفرصة ابدا. يا عالم، يا عالم امتى هنموت؟ يا عالم، يا عالم يوم قيامتك هيبقى امتى؟ في لحظة، في لمح البصر الواحد بيموت، في لمح البصر. مش عايزين نضيع الفرصة دي مننا، ونتوب إلى الله وندعو الله أن يرفع عنا هذا البلاء